بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، استعدادا للامتحان بتاعنا، المفروض أن الطالب هيكون المطلوب منه كالتالي. طبعا احنا هنا ركزنا على الصف الاول الثانوي، طبعا اللي هينطبق على الصف الاول هينطبق على الصف الثاني، لكن على اساس سنه اولى لاول مره بيعيشوا هذه التجربه. اول حاجه طبعا على اساس ان انا هادي هذا الامتحان التجريبي، اولا لازم اتاكد تماما ان التابلت بتاعي سليم وداخل على منصه الامتحان، ولازم يكون يوم الامتحان يعني مشحون تماما بالكهرباء، والشريحة بتاعتي لازم اكون مفعلها، ولازم يكون شحنها يعني حاطط فيها رصيد. لربما انت هتكون شغال على الواي فاي بتاع البيت، لربما الكهرباء تقطع في اليوم ده، فطبعا اكيد الواي فاي بتاعك هيفصل. علشان ما لا تقع في مشكلة يبقى انت معاك البديل اللي هو الشريحة المشحونة اللي فيها رصيد، اللي انت هتستطيع انك تمارس او تكمل الامتحان بتاعك حتى النهاية. على اساس ان انا ابدأ اخش على الامتحان، في خطوات الان احنا بنعملها، اللي هي واحد انك انت تأكد بياناتك على شبكة الانترنت وعلى موقع الوزارة، تأكد بياناتك سواء تحط رقمك القومي والكود بتاعك وتحصل على كل ده، وبعد كده بتدخل تحصل على الأكواد اللي انت هتخش بيها الامتحانات. هنمشي مع بعض خطوة خطوة وهوري لك انت بتعمل ايه علشان توصل لهذا الكلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الخطوة الاولى عايز استعلم عن كود الطالب واكد بياناتي. اول خطوة بعملها هعمل ايه؟ اولا ده موقع، انت هتكتب في جوجل هذه العبارة، هتكتب مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، هتخش عليه هيدي لك الصفحة اللي موجودة قدامك. هتلاقي طبعا لو بدأ معاك بتخش على حاجة اسمها الصفحة الرئيسية، يعني دي طبعا انت لو ما ظهرتش عندك الصفحة دي من الاول بتخش على الصفحة الرئيسية في مركز معلومات التربية والتعليم، هيتطلع معاك هذه الصفحة اللي موجودة عندك اللي مكتوب فيها الاستعلام عن أكواد الطالب بمراحل التعليم المختلفة على مستوى الجمهورية كلها. ده طبعا ممكن انت ولي الامر او اي حد بتلاقي طبعا هنا ايه، بتخش للاطلاع بتعمل اتنين كليك على هذه الصفحة هيروح مدخلك على الصفحة التالية. الصفحة دي اول ما تخش عليها هتروح كاتب هنا رقمك القومي اللي موجود عندك في شهادة الميلاد او في الورقة اللي سلموها لك في المدرسة، ده رقمك القومي. وبعدين بتكتب سنة المتولدت سنة كام وفي شهر كام ويوم كام، وتختار المحافظة بتاعتك، طبعا كلنا هنا أسوان، وبتختار من القائمة دي النوع ذكر أم أنثى. وبعد كده بتعمل تسجيل الدخول. لما بتعمل تسجيل الدخول بتبص بيطلع لك صفحة تانية، الصفحة دي هتلاقي فيها اسمك ورقمك القومي ظاهر، تتأكد انه صحيح، وكود الطالب اللي انت هتكون محتاجه واسم المدرسة اللي هي هينزل عليها الامتحان. بعد كده اول بعد ما اكدنا بياناتنا، اكدنا البيانات، هنبدا نعرف اكواد الامتحان، لانه انت لما هتخش على الامتحان هيطلب منك اسم المستخدم وكلمه السر والكود اللي هو او اللي بتاع الامتحان بتاع كل ماده لها كود خاص بها. اول طبعا ده الرابط اللي انت ممكن تخش عليه عشان تاكد بيانات التابلت بتاعت الطالب والاستلم البريد الالكتروني وكلمه السر لبنك المعرفه. خش على ده، لما تخش على هذا الرابط هتبص مباشره دخلك على هذه الصفحه. اولا هتقول استعلام عن اكواد الاختبارات، هتحدد هنا الجنسيه، كله هيكتب طبعا، لما تدوس على هنا هتلاقي كاتب لك مصري ولا غير مصري، فانت بتكتب طبعا معظمنا هنا في ناس سودانيين لكن احنا هنكتب مصري. بعد ما تكتب كلمة مصري هنا هتروح دايس بعد كلمة مصري مباشرة بتدوس على ايكون هتلاقيها موجودة تحت هنا، هتخش هيروح فاتح معاك هذه الصفحة. طبعا جنسية الطالب هتلاقيها كتبت مصري، انت كاتبها بالصفحة السابقة، وتروح منزل تاني رقمك القومي وتاريخ ميلادك زي ما عملنا المرة دي، المرة فات كانت السنة، دلوقتي هتاخدها يوم شهر سنة، تختار المحافظة والنوع طبعا ذكر أم أنثى، وتعمل تسجيل الدخول.
اول ما تعمل تسجيل الدخول هتظهر معاك اهم صفحة دي، اللي عايز حضرتك تعمل سكرين شوت يعني تصورها. لو انت ما بتعرفش تعمل سكرين شوت ممكن تصورها بالموبايل وتخليها معاك. ليه؟ لانه من خلالها حضرتك هنا دي اهم، يتأكد تماما ان اللغة بتاعتك المانية ولا فرنساوي صحيحة ولا لا. لو في اي مشاكل في هذه الجزئية اتصل بالمدرسة عشان يغيروا لك المادة الصحيحة. طبعا هو طبعا هتلاقي كل البيانات صحيحة لانك امتحنت الترم الاول، فهيظل صحيح كما هو. لكن اهم جزئية هو المربع ده، لانه هيدي لك في الحتة دي اسم المستخدم اللي هيطلبه منك يوم الامتحان، وكلمة المرور دول طبعا تصورهم وتخليهم معاك عشان تبقى جاهز، عشان ما تضيعش وقت، تكتبهم في ورقة تخليهم جنبك في اي حاجة عشان اول ما يبدأ الامتحان تبقى جاهز. اول ما تخش على الامتحان طبعا يوم العربي هيطلب منك كود الاختبار. كود الاختبار ده طبعا الامتحان بتاعنا هيكون يوم 5/4 يوم العربي، هتنزل الكود بتاع الاختبار كل يوم، هتنزل كود لمادة معينة لغاية ما تنتهي الامتحان بتاع حضرتك. لكن هناك مجموعة من النصائح المهمة عايز حضراتكم تخلي بالك منها تماما تماما، وركز معايا في هذا الكلام. طبعا احنا هنا هذه النصائح بنشكر يعني شكر خاص للأستاذ طه عامر مسؤول التطوير بمدرسة كيما الثانوية، اللي هو غزانا بالمعلومات دي كلها، واللي هو منزل التليفون بتاعه على موقع المدرسة بحيث انه اي حد عنده اي مشكلة بيستطيع انه يتصل بيه ويحلها له. قال من ضمن الاشياء اللي احنا لقينا اولادنا وبناتنا في اولى ثانوي او تانية ثانوي اول ما بيعملوا تحديث للتاب، لقوا انه ايقونات مهمة بالنسبة لهم زي منصة الامتحان او الـ MS او بنك المعرفة EKB، ده بتتحول للون الرمادي وما بتشتغلش، يعني غير مفعلة. المشكلة دي قال مشكلة عادية وما فيش مشكلة، لان الايقونات دي ما هي الا شورت كات للموقع. طبعا بدل لو انت ما لقيتهاش موجود عندك تدخل على جوجل وتكتب العنوان اللي انت عايزه، يعني عايز تكتب مثلا العنوان بتاع دي او العنوان بتاع دي، اي واحدة من دول هيدخلك عليها مباشرة. يعني انت حتى يوم الامتحان لو انت عايز تخش ما تقلقش من الكلام ده، وبالتالي الموضوع لا فيهوش قلق ولا خوف. كمان طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال حضرتك بتخش على في جنب البرنامج اللي هو نوكس مانج ده اللي موجود عندك، اول حاجة بتخش عليه وفي ثلاث شرط بتلاقيهم موجودين هنا تحت بعض كده، طبعا اللي فوق طبعا، وهات التطبيقات وشوف الحاجات دي موجودة هناك. لو كده موجودة اعمل لها انستول تحميل يعني او داونلود، ومكتوب قدام منه كلمة اضغط عليه، يعني في كلمة مكتوبة قدام اضغط عليها. تاني حاجة طب احنا رحنا وما لقيناش الكلام ده، خلاص برضو بسيطة المشكلة، افتح جوجل واكتب الرابط لكل موقع اللي انا هديك الروابط بتاعته بعد شوية، وبعد ما يحمل اضغط على الثلاث شرط فوق في جوجل على ناحية ايدك الشمال، هتلاقي اختيار اسمه اضافة اللي هي او باللغة الانجليزية add shortcut to desktop، عشان ينزل لك الاختصارات بتاعت كل حاجة في المواقع اللي احنا هنديها لك بعد شوية، هينزل لك اختصار على سطح المكتب. وطبعا دي يعني بتبقى نفس الشورتكات شبيه بالموقع، اضغطوا عليه هتلاقي الايقونات ظهرت عندكم في التاب للمواقع دي. ادي الروابط المهمة اللي انا بقول لحضراتكم عليها. لو انت عايز تنزل منصة الامتحان لو هي مش ظاهرة عندك على التاب بتاعك، بتخش على الموقع ده وبتعمل شورت كات زي ما انا وريتك في الصفحة اللي فاتت. الكلام ده ينطبق على سواء منصة الامتحان او المكتبة الرقمية او بنك المعرفة او الرابط بتاع MS او الاستعلام عن الاكواد او تدقيق البيانات اللي احنا قلنا عليه من شوية. دي روابط مهمة جدا. طبعا انت 90 او 99 من الطلبة موجود عندهم على التاب بعد التحديث الاخير، لكن احنا بنقول لا ربما تبقى عندنا في مشكلة في هذه الجزئية. بعد كده احنا عايزين نشوف حاجة تانية. زبطنا كل ده والتاب بتاعنا مظبوط وتمام ومشحون وجاهزين، عايزين بعد كده هنتعامل مع الامتحان ده ازاي. الامتحان هنتعامل معاه ازاي؟
هتبصوا حضراتكم هنزلنا لحضراتكم فيديو مدي مثال على مادة الجغرافيا. طبعا الامتحان اللي احنا هنتعامل معاه بيبقى عنده نوعين من الأسئلة، أسئلة بتبقى أسئلة تشوز اختياري، يعني بيبقى سؤال وتعطيه عبارة عن كلمات وكل كلمة جنبيها دائرة، أنت بتقوم بتظليل هذه الدائرة وبيقبل منك واحدة بس. لو كانت أسئلة مقالية أنت بتستخدم الكيبورد اللي موجود عندك، بيدي لك مربع مربع فاضي وأنت بتبدأ تستخدم الكيبورد. يعني كمثال زي اللغة الإنجليزية عندنا في سؤال الباراجراف الإسي بتكتب بتستخدم الكيبورد، أو الترجمة بتستخدم الكيبورد، أو البسج في قطع زي ما خدنا في الفيديو اللي فات إزاي إحنا بنحل هذه الأسئلة. تعالوا صفحة الدخول في منصة الامتحان يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول. تنوين: اسم المستخدم وكلمة السر ستقدم من وزارة التربية والتعليم. قم بإدخال كود الامتحان الذي قام بكتابته المراقب على الصدورة. يجب على لاحظت هنا حاجة، إنه لو انت كان الكلام ظهر عند حضرتك هنا باللغة الانجليزية بتروح للايكونة اللي هنا دي وتحولها الى لغة عربية، وده رمز الجلسة المقصود به كود الامتحان اللي احنا شفناه من شوية. قال الاخ في الاعتبار ان هذا الكود مكون من 9 ارقام، برجاء ادخال هذا الكود بحفظ. بعد ادخال كود الامتحان بنجاح سينتظر الطالب حتى يبدأ المراقب للامتحان. بمجرد ان يبدأ المراقب للامتحان سيضغط الطالب على أيقونة ابدأ ليبدأ الامتحان. لدى الطالب شريط أدوات بجوار قائمة الأسئلة. سوف يظهر توقيت الامتحان على الشاشة، ومن خلالها يمكن للطالب معرفة كم. آدي التوقيت، بص كده فوق اهو، آدي التوقيت بتاع الامتحان ومدي لك عدد الأسئلة. طبعا عدد الأسئلة بيختلف من مادة إلى أخرى. هو فات عندك السؤال الأول عند حضراتكم، والسؤال ده اللي انت شايفه ده اللي هو لاحظ انه في مربع هنا، ده اللي انت بتستخدم الكيبورد بتكتب في هذا المكان الإجابة اللي موجودة. يعني هو بيقول لك العمليات الفيزيائية، يعني بالعمل مش عارف بس مش واخد بالي. المهم ان هو لتكوين اللسان الرملي الموضح في الشكل، طبعا انتوا مادة درسينها وعارفين المطلوب فيها، بتبدأ تجاوب في هذا المكان. يمكن للطلاب أن يروا الامتحان في شاشة كاملة، وأيضا أن يتمكنوا من مراجعة قائمة الأسئلة، وأن يروا اختيارات تنسيق الخط والشاشة، كما يستطيعون تحديد أسئلة معينة بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى. كل هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان الطلاب. يعني هتلاحظ حضرتك انه هنا في علم، لو انا في سؤال من الاسئلة انا لما جاوبته شاكك فيه يا ترى هو ده صح ولا خطأ، انا عايز ارجع له تاني، فبتحط جنبيه جنب السؤال مثلا انت فاتح السؤال رقم 1 ورحت دوست على العلم، معناها ان بعد لما تيجي قبل ما تختم هيقول لك ان في سؤال حضرتك انت عامل عليه العلم، ارجع له تاني علشان تشوف اجابتك صح ولا لا وتقول له اوكي. يستكملون الامتحان في وضع رأسي للتابلت. يعني هنا مدي لك طريقة عادية انك انت عايز تاخد التابلت بالعرض ولا بالطول براحتك حسب الراحة اللي انت عايزها او الشكل اللي يريحك. سيرى الطلاب 3 انواع من الاسئلة داخل الامتحان. ده النوع من الاسئلة، النوع الثاني اللي اتكلمنا عليه اللي هو سؤال الاختياري. يعني بدي لك طبعا هنا ادي مثلا خريطة وادالك سؤال، يعني هنا بيقول لك ان هي النسبة المئوية للثروة السمكية اللي التي تعرضت للصيد الجائر عام 2011 كانت كام في المية. انت بتظلل دائرة من هذه الدوائر، وبعد ما تخلص السؤال بتدوس على كلمة التالي. اسئلة الاختيار المتعدد، اسئلة تحتاج لاستخدام المفاتيح لكتابة الاجابة، واسئلة تحتاج لاستخدام القلم الالكتروني يتمكن الطلاب من رسم اي اشكال في اجاباته. ده نوع ثالث من الأسئلة، يمكن مش موجود في اللغة الإنجليزية لكن موجود في الجغرافيا أو الرياضة أو الكلام من ده حسب ما هو. يعني هدي لك إنك أنت ممكن تستخدم القلم للرسم، طبعا لو هو محتاج رسم هيفتح لك الصفحة دي وترسم بيها زي كده. يمكن
وهتلاقي عندك القلم الالكتروني في الرياضيات الاحياء، وممكن انك انت لو عايز تمسح بتمسح من هنا، عايز تراجع عن الرسمه تاني، عايز تعيد من تاني، كل ده في ايدك مطلوب. الكيمياء والفيزياء، ويستطيع الطلاب ايضا استخدام لوحه المفاتيح لكتابه اجاباته. سيظهر لدى جميع الطلاب رسالتين تحذيريتين. في البداية ستظهر رسالة قبل انتهاء الامتحان بعشر دقائق. يعني هو هنا هينبهك قبل الامتحان بعشر دقايق، يقول لك خلي بالك يا أستاذ، خلي بالك باقي عشر دقايق على الامتحان وانتهي. ومش كده وبس، كمان قبل الامتحان بدقيقتين برضو بيدي لك رسالة يقول لك خلي بالك ان الامتحان باقي عليه دقيقتين. مرة أخرى قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين. بمجرد انتهاء الوقت سيتم انهاء الامتحان تلقائيا من النظام. لاحظ كمان ان هو الحفظ بيتم بمجرد انك انت بتسيب السؤال بيحفظ، مش يعني مش محتاج منك انك تقول له سيف، ده هو بيحفظ تلقائي كل اسئله او كل شيء انت كتبته. تنوين، يتم حفظ اجابه الطالب تلقائيا. بعد انتهاء الطلاب من الإجابة على الأسئلة، خدت بالك من المرحلة اللي فاتت إنك في أيقونة مراجعة، يعني بعد أنا ما خلصت الإجابة بدوس على مراجعة علشان أشوف هل في سؤال، لو في سؤال أنا ما جاوبتهوش هتلاقي مدي لك أهو العلامة بتاعته إن السؤالين دول حضرتك ما جاوبتهمش لسه، أرجع لهم تاني. كمان في سؤال أنت حاطط عليه علامة العلم، يعني ده أنت عايز ترجع له مرة تانية، وآدي كلمة مراجعة بترجع تاني، أوعى تعمل إنهاء قبل ما تخلص. تمكن من مراجعة الأسئلة مرة أخرى للرجوع إلى أي أسئلة قام بتحديدها سابقا، وأيضا سيشاهد جميع الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها والتي تم الإجابة عليها بالفعل. يعني هنا شوف، هو طبعا لما جاوب على السؤال اختفت اللون الابيض ده، كل الرمادي ده انت خلاص جاوبته، ده لسه ما جاوبش، وده عليه علامه عايز ارجع له مره تانية مراجعه، اعمل مراجعه. وهذا يعتبر بمثابه مراجعه نهائيه للامتحان قبل التسليم. يمكن للطالب أن يضغط على السؤال للرجوع إلى إجابته مرة أخرى. يعني أي سؤال بعد يعني في المراجعة، حتى لو أنت سؤال جاوبته من الأسئلة دي كلها وحبيت ترجع له مرة تانية بترجع له مرة تانية، بترجع مرة تانية من العلامة دي اللي هي عملية المراجعة، بترجع مرة تانية للسؤال حتى لو أنت عايز تراجع ترى الإجابة دي صح ولا خطأ، وممكن أنك أنت تغير. يعني ما تخافش من اللي بيقول لك السؤال لو راح السؤال مش هيرجع لك تاني، لا الكلام ده كله خطأ، يعني كل اللي أنت عايزه هتلاقيه موجود وأسهل ألف مرة من الورق. جرد انتهاء الطالب من إنهاء المراجعة يمكنه إنهاء الامتحان بالضغط على أيقونة إنهاء. يعني انت خلصت الامتحان بتاعك قلت انهاء، ومش كده كمان، يعني هنا كاتب لك ايه، تمت محاولة جميع الاسئلة هل تريد الان، يعني معناها ان بيقول لك كل الاسئلة اللي انت حلتها رجعت عليها وعملت عليها كل شيء، ويأكد لك الخبر يا استاذ هل انت عايز ترسل النشاط، يعني عايز تنهي الامتحان وتبعته، لو قلت نعم خلص الامتحان، لو قلت لا هيرجعك للامتحان مرة تانية. وبهذا يتم انهاء الامتحان ولن يستطيع الطالب الرجوع اليه مره اخرى. هنا خلاص طالما انت عملت انهاء خلصت الحكايه ومش هتقدر ترجع له مره ثانيه، وبيقول لك يو هاف سكسسفول سبميتد يور اسسمنت، يعني هنا حضرتك التقييم بتاعك والامتحان بتاعك خلاص اتقدم عندنا، مش هتعرف ترجع له مره ثانيه. كده في النهايه ربنا الحمد لله اكرمنا وربنا يكرمكم اجمعين، احنا كده يعني ادينا لك كل النصائح الممكنه، وان شاء الرحمن الفيديو اللي جاي برضو خدمه لابنائنا
اللي هم في المرحله الابتدائيه والاعداديه اللي احنا بنسميها مرحله التعليم الاساسي يعني ابتدائي واعدادي، دول ان شاء الله هنعمل معاهم، بس لما نستنى الوزير يوم الخميس والاحد هيبدا يوضح لنا ازاي اللي هو البحث هيتم وايه الشكل بتاع البحث عشان الناس كلها ترتاح من هذا الكلام. طبعا يعني بعد ما حضراتكم يعني نتمنى ان كنتوا زي ما تعودنا تعملوا يعني اشتراك ولايك لغايه دلوقتي يعني، وتعليقات يعني اكتبوا لنا يا اخوانا تعليقات عشان نشوف احنا ايه الاخطاء اللي بنقع فيها عشان، او ايه الحاجات اللي انتم بتسالوا عنها عشان نعمل فيديوهات خاصه نرد على هذه الاسئله. كمان يعني فعلوا الجرس عشان لو نزلنا اي حاجه تاني توصل لكم بسرعه شديده ان شاء الله. وكالعاده بسم الله وبحمده، ما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنشكر كل الناس اللي بيأيدونا وكل الناس اللي هم بيدونا كلمة شكر، وبرضو بنشكر كل الناس اللي بينتقدونا، ويعني مش عايز أقول بيتريقوا علينا، لكن لا، احنا العمل ده لا نبتغي منه إلا وجه الله. ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.